فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.